احنا المتقاعدين اللي مواليدي الاربعه اللي طلعت قصرا بعد خدمه 30 سنه و40 سنه واكثر، طلعونا قصرا بعد ما كان السن القانوني حسب الدول العالم اللي ماشيه عليه، طلعونا وقصوا رواتبنا وما انطونا حقوقنا بالبدايه مثل اقراننا المواليد المتقاعد اللي طلعوا قبلنا ما سلمنا حقوقنا. ضمان اجتماعي انطونا 3 ملايين مع العلم قبل الضمان الاجتماعي كانوا ياخذون 25 مليون و30 مليون واكثر. نهايه الخدمه مالتنا شيء بسيط، انطونا ضربوا سنوات الخدمه اللي مالتنا اللي ما انطونا اياها بعدنا اللي ما كان مكمل سن القانوني مالته، هذا سنه وهذا سنتين وثلاث سنوات زين. اخر شيء التجأ ورا مده معينه، التجأ وي انا قطع راتب نص الراتب الشهري مالنا المتقاعدين، يعني اذا تاخذ 500 اذا تاخذ مليون يقصون منك 500، اذا تاخذ 800 يقصون 400. فاحنا قصوا رواتبنا، صار لنا اليوم 7 أشهر 8 أشهر ليقصوا من رواتبنا. النوب بدوا يضغطون على الكفيل مالنا الكفلاء، كل متقاعد اللي طالع عنده 3 كفلاء يقصون، يريدون كل من كل متقاعد الكفيل ماله يقصون نص الراتب ايضا، حتى يصير مشكله بينه وبين المتقاعد اللي شاغل الدار. اوامر التمليك الدور موجوده، كل الوزارات نفذت الا وزاره النفط الا شركه نفط الشمال، يعني من وزارتنا من نفط الشمال اللي هي غاز الشمال اللي عايده ايضا لوزاره النفط، كلها كملت بذاك الشهر اجراءات التمليك وهاي الا نفط الشمال لحد الان يراوغون ويا المتقاعد باخلاء الدور وتسلم اياها الغير جماعه، ويوجد اكو متجاوزين ما حد يجيب اسمهم، يجون على المتقاعدين اللي موجودين، على المتقاعدين اللي شغالين الدور يريدون يطلعونهم من البيوت. هذا اللي قضى عمره فينا عمره بخدمه الشركه. واحنا نطلب منهم اما تعيين احد من ابنائنا اما تمليك الدور لنا زين، باعتبار احنا القرار واضح قرار 198 بتمليك الدور 2011 تمليك الدور لشاغليها من الموظفين والمتقاعدين والمتوفين اللي شاغلين الدور لتمليكها لنا، او تعيين احد ابنائنا اللي سابقا كانوا يعينون واحد من يطلع تقاعد يعينونه واحد من ولده. اي احنا متظاهرين حاليا الامر باخلاء الدور بعد ما 50 سنة احنا اعطينا تقاعد، طلعنا تقاعد سجلنا بيوتنا باسم اولادنا توفوا جائحة كورونا هسه من 2020 لحد الان يمشي بالمعامله يقولون ماكو اسمه هاي امر اداري وشهاده وفاه وشوف صحه الصدور. هسه يريدون يطلعوننا من بيوتنا اجانا انذار اكثر من مره هي اخلاء البيوت القاعدين ساكنين بيها واحنا متقاعدين، راتب 280 المتقاعد هذا وين يوديها؟ ومخلينا 4 كفلاء عندنا، الناشد الخيرين، الناشد الطيبين، التدخل الانسانيه بهذا الموضوع هذا. اول وحده نطالب رئيس الوزراء والحكومه حكومه بغداد كامله، ونطالب اداره الشركه أن تنصفنا وترعينا كأنما أولادها. إحنا شياب متقاعدين كل واحد عمره 80 سنة
ويريد يطلعونا من البيوت وينطونها لغيرنا. اللي بابا كان قام يريد يستلم هنا كودا سمعوا بيها تمليك. تمليك الشركه جي كتاب تمليك غزه الشمال ملكوه، نبطة الجنوب ملكوه كلها، فبقوا يريد يطلعونا تا يملكون البيوت للباقين. فاحنا نناشد رئيس الوزراء والناشد الحكومة ودارة الشركة ومدير عام الشركة أن ينصفنا ولا يسوي لنا مشكلة. إحنا كفى ننزف دم، كفى، ولو بعد ما نخاف، عمر ما يسوى بعد، تا واحد يخاف بعد ما ظل عمر يسوى. فإحنا نطالب منهم أن يتركون الكفلاء، الكفلاء لا يقصون منهم، يقصون من عندنا، يسجنوننا، يقدرون كل شيء يقدر يسوون، احنا فقراء. ولكن الكفيل ما له علاقه بهذا الموضوع. طلعنا تقاعد لحد الان التامين ما انطونا اياه. اني هلا حاكيك 43 سنه، عندي اخوتي 2 شهداء، عندي ابني خريج معهد نفط دعمته سياره بسيارته توفى يداوم بالانتاج. ولا عينه واحد قبل وقت الحكومه السابقه من يطلع تقاعد يعينون واحد مكانه. هسه ماكو، شالوا هذه. قبل قلنا الحكومه مو زينه، تعالوا صيروا زينين انتم. صيروا زينين على شعب الفقراء الفاين، حظوا يبوق. يقول لك روح بوق، روح سلب، روح قدي. ليش؟ مو انتم حكومتنا وهذا نفطنا وخدمنا 40 سنه و30 سنه وانطينا شهداء. لانه انطينا شهداء. انتم مو قاعدين على الكراسي واحنا ندفع شهداء. أنا من طيت أخوتي للمن؟ مو للوطن هذا؟ إحنا صحيح هم لازمين بالقانون، يقول قانون، بس أكو فوق القانون الرحمة. هذول لا رحمة يعرفون ولا أحد من نهائياً. هسا إحنا لو نعرف شو يسوون العدالة، والله العظيم باكر نفرغ البيوت كلها نعطيهم إياها، بس ماكو عدالة. شو يسوي؟ يقص من هذاك نص راتب، يقص من هذا راتب. اكو جماعه من وقت صدام حسين قاعدين 100 بيت، قعدت انا وياهم 10 واحد قعدت وياهم، قلت يابا احد جاكم؟ قال من وقت صدام حسين لا جايين على بابنا ولا ايجار ولا قاعدين ولا. قلت ايش قد مطلوب؟ قال 60 مليون. قال 60 مليون مطلوب. اخويا احنا متقاعدين وقدماء وهسه شو مسوين علينا؟ كل واحد 25 مليون متراكمه فلوس علينا، احنا منين نجيب ال 25 مليون؟ ها؟ منين نجيب فالناشد السوداني على معاونته مع التقاعدين كافر او طعين اولادنا حتى ال 25 مليون يطفون او يعفونا من عندهم حتى نخلص من عندهم، مو؟ فنحن احنا ان شاء الله هسه بالنسبه السوداني هو متعاون ويانا، مو ويا المتقاعدين، زين قرر المزيده، قرر الشزمه هاي اللي المتراكمه، قرر الهاي، اشوف كل تنفيذ ماكو، شنو السبب؟ ما نعرف، فاحنا ناشد رئيس الوزراء ونائب الشزمه نائب البرلمان والناشد رئيس الجمهوريه والناشد كل المسؤولين عليه والناشد السيد المحافظ كركوك. احنا متقاعدين صار لنا تقريبا 3 سنوات، كل واحد عنده حوالي 50 سنة خدمة. شركة نفط الشمال يريد يطبق علينا قرار سنة 1976، وهذا القرار وقت مجلس قيادة الثورة. وراها أكو قرارين، قرار 2011 يملك الدور لشاغليها لساكنيها، وإحنا ما متجاوزين، إحنا ماخذين القناة البيت ماخذينه شرعا يعني من دولة موقعين عليه، وعندنا كفلاء لا متجاوزين على اموال الدوله ولا يحزنون. هم هسه جاي يقطعون، اكو قرار 2011 قرار يقول يملك الدور لشاغليه او لساكنيه، هم يجاهلون هذا القرار يروحون على قرار 76، غير هذا القرار 2011 يلغي قرار 76 لا. زين هسه جاي يقطعون قسم من الموظفين نص راتب، يعني اذا عنده مليون ياخذون منه 500، وبعدين ما يكتفون بهذا يروحون على الكفلاء يقولون تعالوا. الكفيل ما مسؤول على اخراج الموظف من البيت، الكفيل اذا البيت الساكن البيت اذا باعه او اذا هدمه او اذا هو انهزم للخارج، ها، او اذا هذا ابو البيت غير بيه
هو مسؤول على هذا الشغلة، الكفيل هاي مسؤوليته، وهذا عندنا قرار مال تمليك وراء 2003 يلغي قرار 76. قرار 76 قرار مجلس قيادة الثورة، هم يريدون يمشون عليه، واحنا لا عينا واحد من اولادنا ولا انطوا مستحقاتنا. احنا حوالي 700 بيت، مستحقاتنا مو مثل العالم، انطوا 3 ملايين التأمين، التأمين كان 30 مليون، احنا قد 3 ملايين، ولا عينا واحد من اولادنا، ها؟ وهسه يريدون يطلعونا من البيوت، احنا اولادنا هنا ربوا، هنا تكونوا، ها؟ فيعني وين نروح يعني؟ ورا هذا مثل 50 سنة 60 سنة عنده خدمة، 40 سنة خدمة. احنا عندنا وقفة احتجاجية للمطالبة بحق وبرفع الظلم عن 500 عائلة فيها أكراد وفيها تركمان وفيها مسيحيين وفيها عرب. قرار 198 لسنة 2011 تملك دور الشركة لساكنيها ولشاغليها من المواطنين والموظفين والمتقاعدين والأيتام. فقامت جميع الوزارات، إخواني، جميع الوزارات لها 21 تشكيل، 20 تشكيل ملكوا المتقاعدين إلا هذه الشركة وإدارتها. فنقول جزا الله خير الأستاذ بركان، وجزا الله خير الأستاذ خيري، وجزا الله خير الأستاذ شاهين، وجزا الله خير الأستاذ خاطر خاطر حمداني. اسمع نوصيكم بتقوى الله اخواني، اداره شركه النفط الشمال، بارك الله بك استاذ بركان، انت من عائله فاخره. يملكون حالنا حال غاز الشمال لا يساوي درع، تخدم عنده 40 سنه يملكك بيت، يعطيك قطعه طار، يعطيك توقيفاتك انت. ولا تقول هذول احبه الوطن لحد الان انا طلع التحميل ما صار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لكريم وجه الله ولعظيم سلطانه، وصلى الله على النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحاجات وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله خير القنوات التي تنقل معاناة 500 عائلة خدمت شركة نفط الشمال أكثر من 40 وقسم خدمة 50 سنة في هذه الشركة، وبعد خدمة 40 إلى 50 سنة اتخذت إدارة هذه الشركة جزاها الله خير المتمثلة برئيس الشركة والقانونية وآخرين، نقول لهم جزاكم الله عنا خيرا، فاتخذوا قرار مجحف وظالم بإخراج المتقاعدين جبرا الساكنين في دور شركة نفط الشمال بعد هذه الخدمة الطويلة، واعتمدوا على القرار 486 لسنة 79، وهذا القرار عندما كانت الدور تشغيلية وبه أربعة فقرات. الفقرة الأولى يعين أحد أبناء المتقاعدين، فهم قد عينوا أبناء فلان وفلان من المتنفذين ولم يعينوا أحد من فقراء المتقاعدين، هذه واحدة. الثانية يعطى المتقاعدون جميع حقوقهم المتمثلة بالتوقيفات التقاعدية لمدة 40 سنة والتأمينات، وتعيين أحد الأولاد وتخصيص قطعة أرض، ثم يخرج هذا المتقاعد الساكن في دور شركة نفط الشمال أو في أي دائرة أخرى، في دور أي شركة أخرى أو وزارة أخرى إذا كانت الدور تشغيلية. الآن الدور تمليكية، والقرار 198 لسنة 2011 ملك الدور لشاغليها من الموظفين والمتقاعدين والأموات وذوي الشهداء، وهذه المجموعة اللي هي أكثر من 500 عائلة، فينا المسيحيين جزاهم الله خير، وفينا من أخوتنا الأكراد جزاهم الله خير، وفينا من الأخوة التركمان جزاهم الله خير، والأخر عرب. على في أي شركة في العالم عمل آباءنا في شركة البي بي سي البريطانية، وبعد انتهاء الخدمة أعطوهم ساعة ذهب وخيروهم في بيت في بغداد، في هنا، في كركوك، في أي مكان، وأعطوهم بيوت
في 90 وفي الواسطي وفي طريق بغداد وفي بغداد وفي البياع وفي مناطق كثيرة، وسعة الدار 500 متر. الآن شركة نفط الشمال تخرجنا بعد هذا القرار 198 التي تملك به الدور، يخرجون بالشارع ويقطعون، صار سنة وأكثر من سنة وثلاث سنوات وأربع سنوات يقطعون 50% من الراتب، وجميع تشكيلات وزارة النفط ملكت متقاعديها. أخيرا غاز الشمال معانا بنفس الكتاب بنفس الخدمة ملكت متقاعديها إلا وجميع تشكيلات وزارة النفط. وزارة النفط لها 21 تشكيل، 20 تشكيل ملك متقاعديه في نفط الوسط، في البصرة، في بسماية، في العمارة، في بغداد، وأخيرا غاز الشمال ملك. نطالبكم، نحن المتقاعدين، نحن المتقاعدين قضينا زهرة عمرنا وشبابنا في خدمة هذا الوطن. أني اللي أحكي وياك، أني عندي خدمة 43 سنة وست أشهر و15 يوم، قطعة أرض ما أنطوني بالشركة، بيت ما عندي، وهسه وراها يطالبوني وأنا بهاي الحالة يطلعوني من البيت. إضافة لهذه قصوا راتبي، هسه أخذ راتب أتقاضى 200,000. أنا مصاب بالسكر والضغط، 4 عمليات فقرات سويت بالهند، قضيت زهر الشبابي وحركة ما أقدر أتحرك. هسه يومية جايين، أطلع من البيوت أطلع من البيوت. طيب عوضونا، انطونا قطعة أرض، انطونا بيت. ما يصير، هاي مو وضعية، يعني حتى الكافر ما يسويها. وهسه يدقون على الكفيل النوب، تقطعوا الراتب الكفيل حتى يسوون مشكلة بين الكفيل وبين صاحب الأنا صاحب البيت. فهذه ناشدك سيادة رئيس الوزراء، أناشدك باسم الغيرة، باسم الخوة، باسم الشهامة. وإحنا عراقيين ضحينا زهرة شبابنا وعمرنا بهاي الخدمة، خدمة الوطن. نطلب من الوزراء يحلونا هالموضوع، هذا موضوع السكن. والله ما نقدر نطلع، ما عندنا بيت، شو اسوي؟ وير زوجي مريضاني مريض، ابني مخلص قاعد بالبيت، لا عينوا لا شفنا من الحكومه، كل شيء ما شفنا، لا والله كل شيء ما حصلنا من عندهم. 40 سنه زوجي عسكري، كل شيء ما شفنا منهم، قاعد بالبيت مريض زوجي، لا عندنا بيت لا عندنا قاع، وين نروح؟ والله ما عندنا، تمرنا تعبانين. مظاهر انت هسه طالعين على مود شنو؟ على مود السكن، بيوت الشركه غير؟ ايه يقولون نخلع البيت، يعني نطلع من البيت، وين نروح؟ وين نروح؟ والله ما نقدر، مستقرين قاعدين هنا، شو يريدوا من عندنا؟ 500 يقصون من الراتب، شو نسوي؟ وين نروح احنا؟ والله ما عندنا، والله ما عندنا امكانيه، لا والله مطالبنا يعفونا بحالنا، يعني يملكونا، وين نولي؟ احنا 34 سنه قاعدين بي، وين نولي؟ ما عندنا امكانيه، والله العظيم تعبانين، والله بالبيت كلنا تعبانين، والله العظيم. والله احنا طلعنا مظاهرات سلميه، ما عندنا شيء، بس دا يبلغون الجماعه دا يقولون طلعوا من البيوت. فنطالب سيد الرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني يرحم على هاي الشريحه، ولا يطلعونا من البيت، دا يقطعون احنا نص الراتب من عندنا، راضين بهذا الشيء، خلي يعتبروا احنا لازمين ايجار ودا ندفع لهم ايجار، بس لا يمسون براتب الكفيل، كفيل ما له ذنب. فاحنا من سوينا تعهد ماكو هاي الفقره مسجله بانه يمسون يقطعون من راتب الكفيل، ما نريد هذا الشيء. واني بالنسبه لي صدقني هاي صار لي يومين ثلاث ايام دا ادور بيت، من سمعت بهذا الخبر دا ادور بيت ما دا القى، ما عندي احد، اني وهذا ابني همين تشوفون حالته شلون، بس اقول له نطلع من البيت يتخبل يظل يبكي ويصيح ويعيط، متعود على هذا البيت. على الأقل مو على خاطري، على خاطر هذا الولد، خلونا قاعدين وساكتين، ما عدنا فتشي، ما عدنا أذية لأحد. فإحنا همينا يعني خدمنا هذا هاي الدولة، مو يعني مثلا قليل أماني عندي خدمة هواية. فعلى مود هذا الشيء خلي يرحمون علينا، على هاي الطبقة الفقيرة، ما أقول لك فقيرة، هاي الطبقة المتقاعدة، ضغط، سكر، أمراض مزمنة كلها مجمعينها، وين نروح؟ أنا بالنسبة لي بعد ما واصل تبليغ، بس منطقة كم واحد مبلغينا؟
دا يبداون بالتبليغ، فدا اسمع بهذا الشيء. سمعت من شركه النفط جاي تبليغ، ايه من شركه النفط جاي تبليغ، والشرطه دا يجيبها للبيت، وكاتبين خلال 15 يوم يخلى الدار. زين هسه اذا انت دا تبلغ خلال 15 يوم واحد ما عنده غراض، شلون يشيل هاي الغراض كلها خلال 15 يوم؟ وين يلقى ايجار؟ ليش هي ايجارات موجوده حتى خلال 15 يوم واحد يخلي الدار؟ واذا ما يقطعون خلال 15 يوم يقول يبلغون الكفلاء يقطعون راتبهم. هاي فقره مو حلوه. مطالبنا خلونا قاعدين ويقطعون من عندنا، خلي يقطعون راتبنا كله، يقطعون راتبنا كله، بس لا يقطعون لا يمسون براتب الكفيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أناشد السيد رئيس الوزراء، احنا المتقاعدين مظلومين من قبل شركة نفط الشمال. أقل واحد عندنا خدمته بالشركة 40 فوق الأربعين سنة، أنا واحد من الناس عندي 50 سنة. استقطعوا راتبي، يعني راتبي 880، استقطعوا من عندي 440، هاي صار 8 أشهر. ينطوني 440 راتب، صار 8 اشهر بس 440. يا الله يقبل، محمد يقبل. يعني 440 انا شو اسوي بهن؟ واني رجال مريض وتعبان، والحرمه مريضه، والمره مريضه، والله العظيم نص الراتب بس يروح للعلاجات والاطباء بالقوه. نعم هم خاطبوا دائره التقاعد لاستقطاع رواتبنا، يعني هذا الشيء قوه. يلا يقبل. يعني هسه 440 انا خدمتي بالشركه 50 سنه. زين هسه هذا مو مشكله، احنا رضينا بها 440 عايشين بالقوه بها، بس النوب يرجعون للكفلاء. ثلاث كفلاء عندي، اذا كل من كل كفيل 400 قطعوا 400، مليون و200 انا منين اجيب؟ انا كل 400 استلم بالشهر، مليون و200 منين اجيب؟ احنا متقاعدين نبت الشمال، احنا متقاعدين نبت الشمال، جايين يومية يبلغونا الشرطة اطلعوا من البيت ودزون علينا كفلاء. اطلعوا كفيل يجي علينا يقول راح يقصون راتبي، لازم تطلعوا من البيت. والبيوت عندهم فارغة، هواي بيوت فارغة عندهم، اللي يجي يستلم البيت يقفل البيت ويروح خمسة أشهر ستة أشهر. هسه احنا بمنطقتنا أربع بيوت فارغة، ما بس كأنه عداوة ويا متقاعد. رئيس الوزراء محمد شاع السوداني، ناشدك من كركوك، من مدينة التعاخي، من مدينة الذهب الأسود، بيهم مدينتنا مدينة الذهب الأسود. احنا خدمنا بالشركة نفط الشمال 45 سنة و40 سنة. آخر فترة المدراء، كل المدراء الجوي ما حد ما قدرنا ما ظلمنا، لكن آخر المدراء الجوي من غير بكان قام يغدرونا يظلمونا، يطلعونا من الدور. الدور الشركة الدور قديمة، بناها الإنجليز حديثا، وإحنا ساكنيها، كبرى جهالنا أطفالنا بيها، وإحنا أعطينا رسالة قيمة. تمام، وأكو قرار حسب قرار مجلس الوزراء 198 تمليك الدور لشاغليها، فإحنا نريد البيوت تبيعوها تيجي تسوون إيجار سووها، أو عين واحد من أولادنا ونعطيك المفتاح ونروح. بعدين أكو هناك بالشركة نفط الشمال 800 قطعة سكنية. بالنسبة احنا خدمنا الوطن 12 سنة عسكرية، خدمنا شركة نفط الشمال 40 سنة، هسا هاي حقوقنا كلها راحت، لا انطونا فلوسنا. بالنسبة قبل جماعتنا اخذوا 60 مليون 55 مليون، احنا انطونا 11 مليون، اخذوا حقوقنا. هسا شو يسوون؟ لازمين من يدنا اللي يوجعنا ياخذون فلوس من اسمه؟ من هذول الكفلاء؟ من الكفلاء؟ ثلاث كفلاء على 400 مليون و200. انا منين عندي اعطيهم مليون و200؟ اقدر اعطي واحد اثنين مثلا، الكفيل شعلي انا ساكن بالدار، اروح اعطي فلوس ما ياخذون من عندي.
عندي وصولات مال شو اسمه مال منطقه ايجار، وصولات بالبيت حسابات مطيت نص الراتب، نص الراتب مطالبنا احنا نريد شو اسمه تمليك الدور. هالبيوت كلها صار شو اسمه ستوك، كلها صار عتيق يعني تعين، ايه تعيين ماكو من قبل كان يعني واحد ابن الموظف ابن اسمه، هسه ماكو تعيين. هاي شباخين احنا خطيه، اكو اليتامى اكو فقراء اكو ارامل اكو ارامل، بالنسبه شو نسوي؟ ماكلين حقوقنا. قبل فلوس خير بركه، هسه ماكو، منين نجيب احنا؟ منين نعطي؟ الاسم حاج علي مصطفى محمد. جزاكم الله خير اداره شركه نفط الشمال، اتقوا الله في هؤلاء المستضعفين، انحنت ظهورنا اكثر هؤلاء المتقاعدون فيهم امراض مزمنه، لا عينتوا احد اولادنا. ومن جهه التعيين بال 2015 عينتوا اولادكم المتنفذين وتعرفون اسمائهم عندكم، وجزاكم الله خير. خصصتم دور لابنائكم الذين لهم خدمه سنتين، وتخرجون اللي عنده خدمه 50 سنه و 40 سنه. اتقوا الله، نوصيكم بتقوى الله برفع هذا الظلم، وشموننا بالتمليك حالنا حال بقيه الوزارات، كل الوزارات ملكت، السكك ملكت، الصناعه ملكت، الداخليه ملكت، البلديات ملكت، وكل تشكيلات وزاره النفط ملكت متقاعديها الا اداره شركه نفط الشمال. فنقول لهم جزاكم الله خير، اتقوا الله فينا، عند الله تجتمع الخصوم، وما لنا عليكم من سلطان الا كلمه واحده، ان انصفتمونا جزاكم الله خير، ما انصفتمونا وده تستقطعون 500,000 اللي راتهم مليون تستقطعون 500، ثم ذهبتم الى الكفلاء ثلاث كفلاء كل واحد تستقطعون منه خمس الراتب، يعني تستقطعون مليونين مليونين وكسر عن بيت لساكن مواطن عراقي، لا هو من لا هو من 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 استراليا ولا مواطن عراقي، خدم الدوله 40 سنه. اتقوا الله، والله ما فعل احدكم احد في على وجه الارض ما فعلتم. خدمنا عمرنا كله، خدمنا هذا العلم زين، الله اكبر، وتالي يسوون بينا مع الاسف.